طلاب هذا الحل مال الهومورك الرابع اللي يخص الـ Area of our line code. الحساب مالته حسابات بسيطة جدا، هي مجرد تطبيق القوانين اللي اعطيتكم اياها. هنا نوجد الفوليوم الاستابلايز، طبعا الوزن نعطينا اياه على الكثافة نعطينا اياها. بالمناسبة اكو فرق ما بين الكومباكتد والاستابلايز دنسيتي. استابلايز دنسيتي هي بعد ما تطمر النفايات وتضغط وتغطى يسموها الاستابلايز، يعني اخر ما اخر كثافة توصل لها للنفايات بعد ان توضع بالسيل بالخلية مالت الطمر الصحي. تختلف عن الكومباكتد، الكومباكتد اللي هي المضغوطة بالكابسة ورمي يجيبوها بشكل شلون نقول مثل يعني كانما بالة معدة الى عملية الطمر، بس ورمة تنطمر ورمة تتخلى بالسيارة راح كثافتها حتزيد لأنه حتنضغط بعد أكثر، فلذلك هاي يسموها ستابلايز وهذيك يسموها كومباكتد. فهنا أنا هسه نجي، المهم هاي بالامتحان تتحدد لكم إنه الكثافة المعطاة هي ستابلايز أو كومباكتد. على كل طبقنا طلعنا البوليوم، بعدين نطبق في 365 يوم اللي هي على مدى سنة كاملة، وراح نطلع الكفر حجم المادة الكفر ماتيريال لمدة سنة، ناخذ الحجم ناخذ حجم لمدة سنة نضربه في نسبة الكفر هو 25% من الحجم، مثل اللي هذا 22 هذا حجم الكفر ماتيريال، ثم نجمعهم الاثنين يمثل التوتال فوليوم المن للمكب الصحي او الموقع الطمر الصحي. لكن احنا من نصممه قلنا حسب التعليمات اللي اخذناها انه اني اصمم اقل شيء 5 سنين الى 10. المهم بالسؤال الثاني اليوزفل لايف 5 اير، فاذا هنا الحجم اللي طلعته اضربه في 5 سنوات اطلع الحجم لمدة 5 سنوات. المطلوب بسؤال هو الاريا، الاريا انا طالما اعطاني الديبث اقسم الحجم على الديبث يطلع لي المساحة اللي يعني مساحة المكب او موقع الطمر الصحي فقط، يعني فقط المكب، بس هي هاي ما تمثل المساحة الحقيقية لانه احنا قلنا المساحة الحقيقية هي زائدة مساحة الخدمات اللي هي الطرق المكانات اللي تتحرك عليها الاليات لعمل الموقع ولإدامته وهكذا. فاذا سميناها الفاسيليتيز area for facilities فتشكل نسبة 40% من 20% إلى 40% من المساحة الحقيقية. فالمساحة المكب أضربها في F اللي هنا أنا مثلا بسؤال أحد الكياب 0.4 يعني اختارت هنا 0.4 نطلع هذا مساحة المساحة الإضافية للخدمات. إذن المساحة الكلية إيش راح تكون؟ هذه المساحة اللي طلعناها الأصلية زائد المساحة الإضافية للخدمات، هذه تمثل مساحة توتال الكلية لخمس سنوات. انتبه هنا لخمس سنوات.